عادة ما يستبشر الناس بالمطر، لكن في مثل هذه الأحوال تصبح الأمطار مصدر عذاب للكثير منهم في حال هؤلاء في تغريبتهم كما يقولون. يحاول أحمد حفر ممرات صغيرة حول خيمته للتخفيف من تدفق المياه إليها. ذات المشهد يرتسم بهؤلاء الأطفال بأناملهم المتعبة يفرغون الوحل من خيمتهم محاولين إنقاذ ما يمكن إنقاذه من متاع بيتهم. نحن كنا محاصرين في حلب وطلعنا والحمد لله رب العالمين وباركنا بالخيم، وبهالشتاء وبهالمرض وبهالبرد هيد غرقنا بالميات وما في لا شفاء ولا رحمة، لا مازوت لا صوبات لا شيء، خالص خالص هاي حالتنا. كوه الله جبنا شوية أرميدات مشان نعمرهم مشان الميات. بذات التنهيدات تروي أم محمد معاناة ليلة قاسية تركت ملامح البؤس على وجهها. ما كلها جراثيم هي عم تدخل علينا، عم تقلب علينا من التواليتات، عم تقلب علينا مية مطر، السوائي هون هيك ما بصير، هذا موحل يا ابني. إذا قلنا حل الله يوفقكم، جعلوها شلون ما تجعلوها بالليل نص الليل نقوم نشحر الميات حريمة. هكذا بدت الخيام في مخيم الحرمين شرقي مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي. بعد ساعات من هطول أمطار غزيرة 6000 نازح سوري وقفوا عاجزين عن إنقاذ خيامهم من الغرق التي لطالما وجدوا فيها ملاذا آمنا بعيدا عن جحيم القصف. نحن الآن في أواخر فصل الشتاء مع وجود عاصفة مطرية غزيرة انقلبت سلبا على سكان المخيمات، بالأخص مخيم الحرمين، كون أنه أنشئ من خيام فقط، لا يوجد جرفانات ولا يوجد تعبيد جيد للطرق، مما أدى إلى غرق بعض الخيام. يقول النازحون بأن نداءاتهم بتحسين أوضاع المخيم لم تلقى أي صدى من المنظمات الإنسانية لإيقاف الكارثة التي تحل بهم مع كل عام وتسبب لهم المزيد من التشرد والمرض. أحمد المحمد، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشمالي.